السيسي يوجه بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية في مختلف أنحاء الجمهورية. مدبول يبحث الملفات التي تعمل عليها الحكومة خلال ترأس للمجموعة الاقتصادية. وتموين تراقب تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية. الخامسة في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف أنحاء الجمهورية، ووجه بالاهتمام اللازم بذوي الاحتياجات الخاصة عند تطوير المنشآت الرياضية والشبابية وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم كافة. جاء هذا خلال اجتماع الرئيس مع القائم بعمل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومع وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، حيث عرض وزير الشباب أهم الإنجازات الرياضية والشبابية خلال عام 2017. وقد استعرض الوزير الجهود الجارية للارتقاء بالبنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية، حيث تطرق إلى خطوات استكمال تطوير المدن الشبابية بعدد من المحافظات والجهود الجارية لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في عام 2021. وقد منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الرياضة الأبطال الرياضيين الفائزين بميداليات وجوائز في البطولات الرياضية العالمية، وخلال استقباله للرياضيين بحضور القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين، عبر الرئيس عن تقديره لهؤلاء الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على ميداليات، مؤكدا أن المعيار الأهم هو الإخلاص في العمل وبذل أقصى جهد سعيا لتحقيق الإنجازات. أعرب الرئيس عن تطلعه لمزيد من الإنجازات الرياضية، موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لهؤلاء الأبطال الرياضيين في الفترة القادمة. هذا وقد عبر الرياضيون الحاضرون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعكس اهتمام ورعاية الدولة والرئيس للرياضيين، مؤكدين ما يمثل هذا التكريم من حافز لرفع اسم مصر عاليا. وقبيل تكريمهم أكد الرياضيون المكرمون في لقاء خاص لأولايف أن تكريم يعكس اهتمام الدولة ورئيس السيسي بالرياضة والرياضيين، مشيرين إلى أنه أعلى تكريم على مستوى الدولة قد ينتظره أي لاعب رياضي وبعد تحقيقه إنجازا رياضيا. نتكرم على أعلى مستوى موجود في الدولة وهو مستوى رئاسة الجمهورية، وأعتقد أن ده لما يكون في مطلع بداية عام جديد وسنة جديدة ده بيعكس اهتمام الدولة واهتمام رئاسة الجمهورية بالرياضة والرياضيين. تكريم من سيادة الرئيس حاجة كبيرة جدا، رئيس الدولة أعلى جهة سيادية اللي هي بتكرمنا، فده بالنسبة لي وبالنسبة لأي رياضي حاجة كبيرة جدا. معظم الرياضيين عموما بيقعدوا فترة طويلة قوي تمرين وتعب وجهد، فبينتظروا بس إن هم أول ما يحققوا الإنجاز أو يحققوا المطلوب منهم إن هم يلاقوا أقل تكريم بس يستحقوه. إحنا مبسوطين جدا وفخورين جدا بعد إنجازه الدولة مرسلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالرياضة اهتمام ما شفناهوش قبل كده في السنين الماضية. حلم أي رياضي أنه يتكرم من رئيس دولته ده شرف كبير جدا لنا، بالذات في 2018 بتبقى بداية جميلة جدا لنا لما حققناه في 2017، مش بس الاسكواش في رياضات كتيرة. إلى هذا عقد القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، حيث استعرض عدد من الملفات. ترأس مدبول اجتماعا للمجموعة الوزارية الاقتصادية واستعرض الملفات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة. كان مدبول قد بحث أمس جهود الدولة التنموية في منطقة بئر العبد والمشروعات التي تنفذ هناك. يعقد رئيس مجلس النواب على علي عبد العالي اجتماعا مغلقا اليوم مع القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومع وزيري التموين والزراعه لمناقشه زياده اسعار توريد قصب السكر ومحصول البنجر. يتطرق الاجتماع لمناقشه المذكره الاسترشاديه التي سبق وان قامت لجنه الزراعه وري برفعها الى رئيس مجلس النواب. قال عضو لجنة رئاسية العفو عن الشباب النائب طارق الخولي إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد القائمة الرابعة للعفو تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أقرب وقت ممكن. وقال الخولي في تصريحات الأون لايف إن سبب تأخر
إرسال القائمة إلى مؤسسة الرئاسة هو تكرار بعض الأسماء الواردة من الجهات المعنية مع الحرص لتطبيق معايير اختيار الأسماء. أشار الخولي إلى أن القوائم الثلاث التي صدرت قرارات رئاسية بالعفو عمن تشملهم ضمت 653 شابا وفتاة. بدأ اليوم تطبيق القرار الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة على يزيد سعر البيع للمستهلك على السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة، مع التزام كل المنتجين والموزعين والمستوردين بتسليم فواتير بالبضاعة. وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق بتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين. وقد شدد وزير التموين علي المصلحي على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرهم، موضحا أن هذا القرار من شأنه أن يحمي المواطنين ويعطيهم حرية في مقارنة الأسعار خلال الشراء. تدوين الأسعار على السلع خطوة تستهدف بها وزارة التموين ضبط الأسعار بالأسواق. جنون أسعار السلع الذي أعقب تحرير سعر الصرف مثل أزمة كبيرة أمام الأسر المصرية. الصانع والتاجر كلاهما يلقي مسؤولية ارتفاع الأسعار على الآخر دون مراعاة للمستهلك. المنتجات شهدت زيادة سعرية بنسبة تجاوزت النسبة العادلة، الأمر الذي حتم على الدولة بدورها الرقابي التدخل لضبط السوق مستعينة بجميع الأدوات والأساليب التي تضمن بها الحفاظ على حق المستهلك. وزير التموين الدكتور علي المصلحي أكد أن تفعيل منظومة تدوين الأسعار على السلع يقضي على الاحتكار والسوق السوداء. وبحسب الوزير، الالتزام بإعلان السعر على السلع والمنتجات ضرورة حتمية بدءا من أول يناير الجاري، لكن تنفيذها متروك للصانع والتاجر، إما بطباعة المنتج السعر على السلعة أو ترك التسعير للتاجر عن طريق وضع ملصق واضح على العبوة أو وضعها على الأرفف تحت السلع، وذلك لتطبيق منظومة الفواتير الضريبية. الحبس 3 أشهر وغرامة مالية مصير المخالف لتنفيذ القرار. وزير التموين يكلف الجهات المعنية وحامل الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال الشهر الجاري، بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء في القرار. إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية يعد أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم في قطاع التجارة الداخلية، الذي يمثل أكثر من 17% من إجمالي الناتج القومي، وينتظر المستهلكون الأيام المقبلة جني ثمار القرار. أعقد وزير التنمية المحلية هشام الشريف اجتماعا بمقر جامعة جنوب الوادي لمناقشة أوجه التعاون بين الجامعات والمحافظين والاستفادة من الخبرات العلمية في أحداث عملية التنمية بالصعيد. أكد وزير التنمية المحلية اعتماد $1 مليار لمشروعات التنمية في قنا وسوهاج من خلال مشروع تنمية صعيد مصر، وأضاف أنه يتم حاليا دراسة للاستثمار الأمثل للتمويل لتحقيق طفرة واقعية. أوضح أنه سيتم عقد مؤتمر في الشهر الجاري لتحقيق تغيير تنموي من خلال برنامج تنفيذي محدد. هناك فاصل نعود بعده لكي نواصل الأخبار، فانتظرونا. أهلا بكم من جديد. شهد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط المناورة العملية على أعمال إطفاء الحريق والتعامل مع الأزمات التي أجراها العاملون بمحطة تعبئة صوانات البوتاجاز في مدينة الخارجة. أبدى المحافظ إعجابه بمدى استعداد العاملين بالمحطة واستجاباتهم السريعة للتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات، وقد وجه بأهمية توفير غطاء رأس وواقي وزير موحد العاملين بالمحطة مع إجراء اختبارات دورية بصفة شهرية للأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق. قامت مؤسسة الشباب بتحب مصر بحملة نظافة لمنطقة مارينا حماطة السياحة ضمن مبادرة جزر البحر الأحمر خالية من البلاستيك. أعلنت المؤسسة عن رفع 100 جوال مملوء بالمخلفات البلاستيكية وأحبال الصيد والزجاج والحديد بمحمية وادي الجمال في البحر الأحمر. وقد أعلن مدير محمية البحر الأحمر الدكتور أحمد غلاب الذي شارك المؤسسة حملة النظافة أن عام 2018 سيشهد تعاونا كبيرا مع المؤسسة لإعلان محمية وادي الجمال خالية من البلاستيك.
نظمت مؤسسة بكرة لينا في الأقصر مبادرة فرحتنا وحدة أهلا، وقد قام طفل جسد شخصية بابا نويل برفقة أعضاء المؤسسة بتوزيع الشوكولاتة والبالونات والهدايا على المواطنين وعلى السائحين في وسط مدينة الأقصر. التقط الأهالي من المرة وطلاب المدارس صور تذكارية مع بابا نويل وسط أجواء احتفالية وكرنفالية مميزة. وقال المنسق المساعد المؤسسة بقطاع جنوب الصعيد أشرف الهلال إلى أن المبادرة هي مشاركة بسيطة من المؤسسة ومن أعضائها لنشر الفرحة والبهجة في شوارع الأقصر، حيث شارك فيها عدد من أعضاء المؤسسة. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم بدل من العاشر من نفس الشهر من خلال البنوك ومكاتب البريد بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة. وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ضخ 11.6 مليار جنيه بداخل منافذ الصراف الآلي التابعة لهيئة التأمينات بصندوقيها الحكومي والعام والخاص وفي مكاتب البريد والبنوك لتغطية 9.4 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق لها. قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس عبد المطلب ممدوح إن خطة العام المالي الحالي لتنفيذ المشروعات في كل المدن تحققت بنسبة 100% من المستهدف حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي. أوضح في اجتماع عقده مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة أنه سيتم استرداد منظومة المياه والصرف الصحي بمعظم المدن الجديدة بالكامل في أيام بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي. وقد كلف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بأهمية استكمال صرف التعويضات فورا شركات المقاولات، كما وجه أيضا بسحب الأعمال من الشركات الغير جادة على الفور وسحب الأعمال من الشركات المتعثرة في تنفيذ أي مشروعات من هذه المشروعات القومية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن المياه الاقتصادية المصرية في منطقة البحر الأحمر وجنوب مصر سوف تشهد طرحة مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق. وقد وقع شركة جنوب الوادي القابضة مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي أس الإنجليزية عقدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر وفي جنوب مصر باستثمارات لأكثر من 750 مليون دولار. تعكف غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات دراستها الحالية لتحديد مقر معرض بالقاهرة في الفترة المقبلة لتنفيذ مبادرة اشتري وقسط على سنة التي أطلقتها الغرفة نهاية العام الماضي. تستهدف الغرفة من هذه المبادرة انعاش حركتي البيع والشراء بالإضافة إلى انعاش حركة الانتاج بالمصانع في العام الجديد، حيث تسعى أيضا إلى مواصلة استراتيجيتها والتي من بينها دعم الصناعات المغذية لتقليل فاتورة الاستيراد بما يخفف الضغط على الدولار ويزيد من تعميق التصنيع المحلي. قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل إن إجمالي الصادرات المصرية في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بلغت 20 مليار و400 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 22 مليار و400 مليون دولار بنهاية العام الماضي بنسبة زيادة تصل إلى 10% عن عام 2016. أضاف قبيل أن الواردات قد شهدت تراجعا كبيرا في العام الماضي حيث بلغ إجماليها في الأحد عشر شهرا الأولى 51 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 56 مليار دولار بنسبة تراجع 15%. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات في شهر سبتمبر الماضي إلى 36.7% مقابل 34% في نفس الشهر من العام السابق له. أوضح الجهاز في تقريره أن صادرات مصر إلى الدول العربية ارتفعت لتسجل 741 مليون و700 ألف دولار، وقد بلغت قيمة الواردات من الدول ذاتها 642 مليون دولار. التقت لجنة الطاقة بالجمعية المصرية للشباب الأعمال بنائب وزير الكهرباء المهندس أسامة عصران لحل العقبات والمشاكل التي تواجههم في منظومة الطاقة بالفترة المقبلة.
وقد طلب عاصران بلجنة الطاقة قائمة كاملة بمشاكل أعضاء الجمعية في منظومة الطاقة لحلها بأقرب وقت ممكن لتعزيز سبل التعاون المشترك ما بين الجمعية والوزارة لدفع الاستثمار في مجال الطاقة وفق رؤية وتوجهات للدولة بالفترة الحالية. وقد وجه نائب وزير الكهرباء المسؤولين بالوزارة بأهمية حل المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال والتواصل المستمر لرؤساء الشركات المختلفة معهم لتسديد العقبات من أجل دفع الاستثمار ولإنهاء العقبات في منظومة الطاقة. شهدت مصر في السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى الأحداث الاقتصادية، وهو ما كان له بالغ الأثر في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عملت في الفترة الماضية على تعديل استراتيجية الطاقة لكي تستهدف الوصول إلى 20% من إجماليها بحلول عام 2022. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن نسبة الإنجاز في مشاريع محطات توليد الكهرباء الغازية في البرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة وفي بني سويف وصلت إلى 99%. ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء ستدخل الخدمة منتصف العام 2018. إنجاز جديد في قطاع الطاقة سيتم الانتهاء من تنفيذه قريبا، حيث تخطت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 90%. المحطات الثلاث وهي العاصمة الإدارية الجديدة والبرولوس وبني سويف نفذتها شركة سيمنز الألمانية بمشاركة مصرية. ثلاث مشاريع الكبار الخاصة بمحطات بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة طبعا يعني خطوات كبيره جدا، وصلت نسبه الانجاز فيها تخطت 96%، والمنتظر ان شاء الله يدخل اجمالي 14400 في منتصف 2018 باذن الله. وبحسب المتحدث باسم وزاره الكهرباء فان محطات الكهرباء الغازيه ستوفر للدوله 1,300,000,000 دولار سنويا بسبب اعتمادها على الطاقه المتجدده في التشغيل. نوعية المحطات دي من نوع من الكفاءة العالية تتخطى 60%، بمعنى آخر بتفيد في شيء مهم وهو انخفاض استهلاك الوقود منها، بمعنى أن ممكن توفر حوالي مليار دولار سنويا أو يتخطى إلى حوالي 1.3 مليار دولار سنويا نتيجة ما نسميه هو استغلال الطاقة أو آليات أو ما نسميه اللي هو الدورة المركبة العالية الكفاءة، بحيث أن هي طبعا دوت بيصب في أن تكلفة الكيلو وات ساعة تكون أقل. وتستهدف وزارة الكهرباء وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة حتى عام 2022. وتسعى الحكومة في خطتها المقبلة تحويل مصر إلى مركز للربط الكهربائي عن طريق تنفيذ مشروعات الربط بين دول الخليج والمشرق والمغرب العربي. شهدت الجامعات الحكومية والخاصة في مصر طفرة كبيرة في عام 2017، حيث قام الطلاب بعدد من المشروعات في مجال الأمراض في خدمة البيئة أيضا وصناعة السيارات. في هذا التقرير نستعرض هذه المشروعات. إيمانا بدور التعليم والبحث العلمي وتقديرا لدور العلماء في تنمية المجتمع، احتفلت مصر هذا العام بعيد العلم، وتضمن الاحتفال قرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي زيادة حجم الإنفاق الحكومي للبحث العلمي خلال 3 سنوات من 11 مليار و800 مليون جنيه إلى 17.5 مليار جنيه، وإنشاء 4 جوائز بحثية في مجالات الزراعة والمياه والصحة والطاقة. وعلى مدار العام رصدت كاميرا أونلايف عددا من المشروعات العلمية في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والتي تسهم في دعم الاقتصاد القومي وحل عدد من المشكلات القومية. ففي مجال الأمراض واكتشاف الدواء، تمكن فريق بحثي بمدينة زويل من اكتشاف الجين المسبب للخرف ومرض ضمور الأعصاب، كما صمم فريق بحثي بالجامعة الأمريكية رقاقة إلكترونية منخفضة التكلفة لسرعة تشخيص سرطان الكبد. وإذا انتقلنا إلى مجال خدمة المجتمع والبيئة، فسنجد الطلبة بجامعة بني سويف يكتشفون مواداً لتنقية مياه الصرف الصحي والمصانع من الشوائب والملوثات،
لاستخدامها مرة أخرى في الزراعة، فضلا عن دور فريق آخر بالجامعة في استخلاص الهيدروجين من عبوات المياه الغازية لتكوين خلايا وقود تولد طاقة كهربائية. أما في مجال الروبوتات، تمكن فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان من تصنيع روبوت لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لنقل الأشياء كالدواء والأوراق من مكان لآخر. وفي مجال السيارات والإلكترونيات، قام فريق من طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس بتحويل سيارة الجولف إلى سيارة ذاتية القيادة يمكن التحكم فيها عن بعد، هذا بالإضافة إلى تصنيع سيارة تعمل بالوقود والكهرباء في نفس الوقت من قبل طلبة الهندسة بمدينة زويل. كل هذه الإنجازات هي مجرد نواة للبحث العلمي يمكن رعايتها عن طريق دعم الباحثين وضخ المزيد من الأموال في هذه المشروعات، وذلك لتحسين مستوى معيشة الفرد واكتشاف علاجات جديدة لمختلف الأمراض التي تهدد المجتمع المصري كالسرطان والفشل الكلوي، وكذلك لخلق مصادر جديدة لتوليد مختلف أنواع الطاقة. نهاية هذه الجولة الإخبارية، إليكم أهم ما جاء فيها من عناوين. السيسي يوجه بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بمختلف أنحاء الجمهورية. مدبول يبحث الملفات التي تعمل عليها الحكومة خلال ترأسه للمجموعة الاقتصادية. وتموين تراقب تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية. إلى هنا تنتهي معكم هذه الجولة الإخبارية، شكرا لكم وإلى ملتقى.